12 13 14 15 16 17. إذا الساعة تشير إلى 17. والسهم الكبير يشير إلى العدد 12 أي تماما. إذا لقد قمنا بمراحلة الصور وأكملنا ملء الفراغات. الآن نذهب إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول: ارسم عقارب الساعة في كل حالة. ارسموا عقارب الساعة في كل حالة. هذه المرة في هذا التمرين عندنا الساعة الرقمية ونقوم نحن برسم العقارب في الساعة. إذا نرسم عقرب الصغير الذي يشير إلى الساعات والعقرب الكبير الذي يشير إلى الدقائق. هنا في الساعة الأولى الساعة تشير إلى 23 تماما. 23 تماما. إذا نبحث عن هذا العدد 23 في الساعة في هذه الساعة. نبدأ بالحساب: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. إذن في 11. إذن 23 يكون في العدد 11. إذن السهم الصغير أو العقرب الصغير الذي يشير بالساعات يكون في العدد 11. إذن أقوم برسم العقرب الصغير باللون الأزرق ويكون سهما صغيرا. الآن نكمل. إذن الساعات. الآن الدقائق. إذن تشير إلى 23 تماما. عندما تكون في الساعة الرقمية مكتوب هذا العدد. إذن السهم الكبير أين يكون؟ يكون في العدد 12. أحسنتم. إذن نرسم العقرب الكبير في العدد 12. الآن الساعة الثانية. إذن الساعة الثانية دائما تشير إلى حدد الوقت في المساء أي بعد منتصف النهار. بعد منتصف النهار. وعندما يكون بعد منتصف النهار أي عدد الساعات يكون أكبر من 12. وهنا مكتوب 15. إذا نبحث عن العدد 15 في الساعة. 12 13 14 15. إذا 15 يشير إلى العدد 3. يشير إلى العدد 3. إذا أرسموا العقرب الصغير الذي يشير إلى الساعات اتجاه العدد 3. الآن السهم الكبير وهو يشير أو العقرب الكبير الذي يشير إلى الدقائق. هنا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى تماما أي يكون متجه إلى العدد 12. الساعة الأخيرة. إذن في الساعة الرقمية مكتوب الثامنة تماما. الثامنة تماما أي الساعة هنا يحدد الوقت في الصباح أي قبل منتصف النهار. في الصباح أي قبل منتصف النهار. الساعة الثامنة تماما. إذن أرسم العقرب الصغير
باتجاه العدد 8. والعقرب الكبير يشير إلى تماما. إذا دقائق هي تماما العدد 12. أحسنتم، قد أنهينا أكتشف. إذا الآن ننتقل إلى تعلمت. نكتب توقيت أحداث تقع قبل منتصف النهار بأعداد أصغر من 12، ونكتب توقيت أحداث تقع بعد منتصف النهار بأعداد أكبر من 12. إذا تعلمت نكتب التوقيت الأحداث تقع قبل منتصف النهار، قبل منتصف النهار أي صباحا، بعدد أصغر من 12، أصغر من 12. ونكتب توقيت أحداث تقع بعد منتصف النهار، بعد منتصف النهار أي مساء، بعدد أكبر من 12. إذا في الصباح أكتب الأعداد أصغر من 12، أما في المساء فنكتب الأعداد أكبر من 12. إذا نكون هنا قد وصلنا إلى نهاية الدرس. شكرا لكم، إلى الملتقى إن شاء الله.